ودي المجرم ولا يفتدي العذاب يوم بنيه، لان بنيه اغلى ما عنده، وامه وامه وابيه وفصيلته التي تؤويه. بس هو له راي، بيقول المسلم ما يجرؤ ان يفدي ابوه. الله. لكن ابدا، لا اذا خير عنده الابن اغلى من الاب. دلوقتي الحكام بيتنازل عن الحكم لابنه ولا يديهش لابوه. الله. ولا يديه لاخوه. ولا لاخوه. اي صح. طب حاصل قدامنا اهوت، والامثله واضحه. صح. وفصيلته التي توي، يعني القبيله ها؟ أيوة. او الجماعه او الطائفه. العشيرة. والفصائل الحربيه. هذا يكون قبل الحساب ولا بعد الصراط؟ لا، ساعة ما يشوف بقى وهو طلع على الصراط ويشوف جهنم، يا رب احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. عاذنا الله منها. أعوذ بالله. تصبحون على خير سيدي الحجاج. شكرا.